كشف مسؤولون أمريكيون أن قرار واشنطن إرسال القوة الضاربة إلى الشرق الأوسط يعود إلى تصاعد المخاطر على قوات الولايات المتحدة في العراق من قبل إيران وحلفائها. نقلت رويترز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن الولايات المتحدة رصدت بعد الاطلاع على معلومات استخباراتية أنشطة للحرس الثوري الإيراني في العراق، واتخذت قرارا بإرسال حاملة طائرات للحد من أي هجوم محتمل. أكدت المصادر ذاتها لرويترز وجود تهديدات جادة من إيران والجماعات التي تحارب بالوكالة عنها للقوات الأمريكية على الأرض، بما في ذلك في العراق وفي البحر. ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخاطر التي تشكلها إيران على القوات الأمريكية في العراق.